السلام عليكم. انفجار قوي يهز ضاحية بيروت الجنوبية. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أفادت مصادر في العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء بسماع دوي انفجار في الضاحية الجنوبية. وأكدت المصادر أن الانفجار وقع في منطقة الشياح المشرفية دون معرفة الأسباب حتى الساعة. وتؤكد بعض التقارير أن هذا ناتج عن استهداف بطائرة مسيرة من الممكن أن تكون إسرائيلية. وإذا كان هذا فهذه لأول مرة الاحتلال الإسرائيلي سوف يقصف العاصمة اللبنانية بيروت منذ حرب عام 2006. واشتعلت النيران بإحدى السيارات المتوقفة في المنطقة، واتجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الانفجار في منطقة المشرفية. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.